التي تحتضن في هذه الليلة قمة من قمة من قمم الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الانوي لكرة القدم بين أولمبيك خريبكا والوداد الرياضي. شو القادم من لوسيس تنطلق هذه المباراة يا سادة هنا في ملعب الفوسفات. من الرسميين قال لهم تنتظرني مباراة الديربي. هنا تدخل الحكم للإعلان عن ضربة خطأ لمصلحة أولمبيك خريبكا في تنفيذ الخطأ. محمد بنشليفة كرة سدد ممتازة جدا وتدخل الحارس أحمد رضا تاغناوتي تتحول كرة. كان حارس بديل للحارس الكبير مشات كرة من الطرف الأيسر ويدا كابيلو واحد من أفضل المحترفين في البطولة الوطنية. ده كابيلو لما جاء من بوتسوانا مع تيميسونغ ولاعب بوتسواني آخر ما كان ولا واحد بير سايمون بيغو لمنصف الشراش ممتاز منصف في الكرة الماضية لكن تدخل الحارس محمد عقيد صعب كثيرة. برمجة مباريات النهضة البركانية وبيراميدز في كأس الكونفدرالية الأسبوع الأخير في شهر نوفمبر والأسبوع الأول من شهر اللعب من الطرف الأيمن إمكانية التسديد ممتازة جدا الكرة الماضية من زكريا كياني من الطرف الأيسر. الوداد يسعى للاعتماد على الكرة الطويلة نحو سايمون بيغول مسوفا والهدف الأول في المباراة الدولي التنزاني سايمون بيغول مسوفا يتمكن من تسجيل الهدف ضد كومان الكرة الضاربة في الخط الأمامي للوداد الرياضي. سايمون بيغول يصل للمرمى للمرة الأولى في هذه المباراة في حدود الدقيقة 16. وليد الركراكي الاعتماد على الكرة الطويلة المحور خط الدفاعي يعلم جيدا أن أولمبيك خريبكا يغيب عنه لاعب في محور خط الدفاع. شوف التغطية الخاطئة وطريقة خريبكا هدفه الأول أمام الوداد التغطية من النقاط اللي طرحت بشكل كبير في هذه المباراة. جلال طشطاش يلعب كلاعب من الطرف الأيمن لأولمبيك خريبكا البحث عن الكرة العرضية والحق كرة بلمسة في منطقة الجزاء لكن مبعدة من دفاع الوداد الرياضي للأمام يتحول مرسيل مرر كرته للأمام نحو كابيلو لكن ضربة مرمى لخريبكا البحث عن الحلول التي لم تظهر تماما لأولمبيك خريبكا نحو تيميسونغ كرة تسدد يلعبها في منطقة الجزاء لكن تسدد في غياب التركيز بعيدا عن مرمى الحارس احمد رضا تاغناوتي الحال يظهر من الدائره الايسر محمد وليد باش في اتقاء المدرب وليد الركراكي كحارس رسمي في كل مباريات الوداد. كره من جلال طشطاش للحليفه بلمسه من الطرف الايسر محمد وليد بلمسه وتدخل دفاع الوداد حال اخر يظهر من قدم محمود في خط الوسط حيمود للامام كره لمصلحه الوداد والحكم يعلن عن ضربه خطا لمصلحه اولمبيك خريبكا. كل شيء متوقع في مباراه مثل هذه كل شيء متوقع لمحمد وليد بن شريفه والتغطيه من دفاع الوداد كره في التماس الخطوره تظهر من قدم محمد وليد بن شريفه لم يتبقى وقت كثير عن النهايه حفاري بلمسه من الطرف الايسر لمحمد وليد بن شريفه في القائمه الثانيه لتيميسونغ تدخل الحارس احمد رضا تاغناوتي وكره مشتركه خطا لمصلحه مدافع الوداد. الطرف الايمن سهيل الهاشمي كره عرضيه في منطقه الجزاء المتابعه مجددا محمد وليد والكره تسدد بعيدا عن المرمى هذا تيميسونغ اوري بوني يسدد ممكن اعتبار واحده من ابرز فرص اولمبيك خريبكا كره للامام لينوسيكا نحو تيميسونغ كره تسدد ممتازه جدا التغطيه والمتابعه في منطقه الجزاء مبعده من دفاع الوداد الرياضي تحول من جديد عبر جوفيل لعبت كره من الطرف الايسر محمد وليد في منطقه الجزاء هذه امكانيه لاولمبيك خريبكا امكانيه للتسديد والحكم يتدخل ويقول ربما كانت لمسه يد في الكره الماضيه دقيقتين فقط الوداد لسنوات من قمة النيبت وجيل الفاضل وقائمة تطول من اللاعبين لحمل قميص الوداد على مدار عقود وعقود الوداد كل سنة على قائمة التحول بدر قدرين الوداد للأمام نحو جوفيل المتابعة من حمزة يتعلل والكرة ضربة مرمى عادي زراق ينهي الجولة الأولى بتفوق الوداد هدف لصفر على أمل متابعة أهداف أخرى في الجولة الثانية
قميص المنتخب الألماني لأقل من 18 سنة في مبارتين ومنتخب أقل من 19 سنة على صورة مهاجم الوداد بلمسة للأمام لمصلحة الوداد. الحكم يتدخل ويعلن عن ضربة خطأ لمصلحة الوداد الرياضي. وقبل انتقاله للدوري السعودي جلال في التسديد يسدد في غياب التركيز بعيدة جدا عن مرمى الحارس محمد عقيد. تلعب في منطقة الجزاء وخروج الحارس محمد عقيد. كانت كرة مشتركة مع نحو بوليك امبنزا. امبنزا يمر امبنزا يمر هدف من الحليفي بوليك امبنزا. هدف من الحليفي بوليك امبنزا في حدود الدقيقة 67 دقيقة. الوداد متفوق في النتيجة 2-0 حسب ما قلناه. إمكانية لتوغل حمزة يتعلل مبنزا. مبنزا في منطقة الجزاء كرة بالرأس والهدف الثالث للوداد عبر سيمون أبيكاد سوبا في حدود الدقيقة 73. يتقدم الوداد 3-0 أمام أولمبيك ليبيا. الوداد في القمة في هذه المباراة بثالث أهدافه. 3-0 للوداد مرة أخرى سيمون أبيكاد سوبا أولمبيك ليبيا.